حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. كيفنا مع التحدي؟ وين صرنا؟ وين كنا؟ وين صرنا؟ اليوم تحدينا هو تحدي غيناج بلانك، يعني تحدي اليوم ممكن تعمليه قبل الإفطار، بعد الإفطار، قبل السحور، الوقت اللي بيناسبك. راح يشتغل على الجسم كله، وأكثر شيء بطن والخواصر. إذا كنت مستعدة قبل لا تبلش استني، هذه هديتي لك اليوم. أنا وومنز بس، دائما مثل العادة تحت بالتعليقات كتبي لي إيميلك أو لليوزر تعولك تعو للإنستغرام عشان نتواصل معك من أي بلد بتتابعيني، وكمان لأي دقيقة وصلتي بالتمرين، يعني بالأخير بتعلقي لأي دقيقة كيف تحملتي. وإذا كنتوا مستعدين لايك للفيديو، ما تنسوا بالاخير تعملوا له شير وخلونا نبلش. اول شيء مهم جدا قبل تعملي هذا التمرين، تعملي فيديو الاحماء لو فقط 5 دقائق من فيديو الاحماء يفضل عشان يكون جسمك سخن ونبلش التمرين. اوكي، مهم جدا اكتافنا، نشد البطن، نشد العجان، وحنبلش على الكوع عادي هالمره، 20 ثانيه فقط. ارفعي رجليك لورا، طلعي لقدام، شدي بطنك كويس. هذا البلانك كلنا بنعرفه. هلا جازي حالك لتلفي دغري على جنب على الخواصر. اوكي، 40 ثانية حنضل، حنرتاح. هلا 10 ثواني حنبلش، بلشين بشويش. برافو، كملي. يلا عندك 10 ثواني ترتاحيهم. نرجع نعمل حركة ثانية بحيث انه نتحرك. يلا يلا، هلا سيري جيبي نفس الرجل، شهيق زفير، شهيق زفير، شدي بطنك، طلعي للأمام. لما تجيبي رجلك حاولي تطلعي فيها. يلا نلف ونصير ننزل ونطلع. اوكي، ننزل ونطلع، تحملي، شدي بطنك. دائما نحن على نفس الجهة. يلا ارتاحي 10 ثواني. شفتي كيف حلو؟ بس 20 ثانية، ولا شيء يا اختي، ولا شيء، بتخلصيها بسهولة. يلا جهزي حالك. هلا ارفعي رجلك، نزليها، ارفعي، طلعي لقدام، نزليها، ارفعي، حاولي تخليك شوي، نزليها، ارفعي، نزلي، ارفعي، نزلي. يلا دخلي على جنب، اوبس، ارفعي لي هذه الرجل، نزلي، شدي بطنك. برافو، كملي. طلعي اكثر. يلا اوبس، الناحيه الثانيه، اوبس. يلا نجهز حالنا، خذي نفس عميق. يلا انتبهي، لا هيك ولا هيك، شدي المؤخره، شدي البطن، طلعي للأمام، ادفعي القدمين للوراء أو بالأحرى شو اسمه؟ لتالوم، كعب الرجل. يلا على جنب دغري، ما قدرت أعملها. تنفسي، مهم جدا، ما تكتمي النفس، شدي بطنك، حاولي تطلعي أكثر، ابتسمي. هاد التمارين فيك تعمليها يوميا. يلا عندك 10 ثواني، ارتاحي فيها. مثل ما قلت، هذه التمارين ممكن نعملها يوميا، ويا سلام لقبل الافطار يفضل. شهيق زفير، جيبي رجلك، زفير هون، شهيق هون، زفير هون. برافو، انتبهي لبطنك، شديها. يلا يبس، ما كان لازم وقف، يبس. يلا انزلي
وطلعي. برافو، كملي. شدي بطنك، شدي بطنك، ارتاحي هلا. يلا نرجع نعيد، مش نعيد، لا، اهم شيء نرجع اكتافنا للوراء. يلا نزلي، ارفع رجلك، خليها شوي، خلي اكثر، نزلي، خليها، طلعي للامام، شدي بطنك، نزلي، طلعي، تنفسي، نزلي، لفي، اوبس، لفي لفي، ارفعي هذا الرجل، نزلي، ارفعي، شدي بطنك، نزلي. ما بعرف انا هالرجل شو بها، ارفعي قد ما فيكي، تحسي فيها بالخواصر ما توقعيش. برافو. هلا حنعمل للورا، يلا خليكي هون، اهم شغله جيبي ايديكي هون، اوكي، قد ما فيك ادفعي لفوق وعصري. يلا هلا شايفين بس نصفه عم بطلع وننزل، بس نصف الطريق، ما فيك تفعي لفوق وعصري، كتير رائعة هاي. مؤخرة أفخاد بطن، أوكي. هلأ نفس الحركة بس حيكون رجل مرفوعة، نزلي أكتافك، خليكي هون، ممكن تتني رجلك هيك، أنا كل ما قدرتي تعمليها هيك، يا سلام. شدي شدي، عصري لي عضلة المؤخرة، عصري لي البطن، وتنفسي. يلا الثانية دغري، كيف؟ شدي شدي شدي، ادفعي قد ما فيكي لفوق، شدي بطنك، بس 20 ثانية يا بنت، تحملي. ممكن تعيدي الفيديو باي ذا واي لغاية 3 مرات. اوبس، تعالي لي هنا، تعالي لي، تعالي لي. المهم بهيدي انك تدفعي كده، اوكي، مهم جدا، 90 درجة. نزلي اكتافك، صدرك مرفوع، واهم شغلة مؤخرتك تدفعيها للامام عشان ظهرك يكون ملتصق، ممنوع يكون في شي مر. شدي شدي، كتير حلوة الأفخاد، والله حلوة. أكتافك لاصقين، يلا هلا افتحي وسكري. إذا بدك اعملي لي هيك كمان، إذا بدك يعني، شدي بطنك، قربتي، كملي، نرجع كمان مرة للبلانك، بس حتشوفوا كيف داونورد فيسينج دوغ، روح المس، اجي بلانك، روح المس، دائما الرجل المعاكسة، الايد اليمين مع الرجل الشمال، اجي بلانك، 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 بلانك. يلا الايد الثانية، حاولي تنمسي حتى لو ما لمستي، برافو، شدي بطنك، اوبلا، تيكيو تيكيو تيكيو. انا بفرح لما خلص التمرين، انت كمان لازم تكوني فخوره بنفسك. هذا التمرين مثل ما قلت لك فيك تعمليه يوميا، اذا حابه تعمليه لغايه 3 مرات ورا بعض ما فيش مشكله، ارتاحي لك هيك شغلة 5 دقائق بين كل مرة، ورجعي عيدي، رهيب هذا التحدي،
لشد الجسم كله لتقوية العضلات الداخلية اللي هي اللي بتعطينا هذا الجسم الممشوق الرشيق المرسوم. اوكي، منصحك كمان بعد هذا التمارين تروحي تعملي فيديو الإطالة او اليوغا كتير، رح تلاقي عليه راحة. خدي لي نفس عميق، ما تنسي تنشري هذا الفيديو الدال على الخير، كفاعلي تحت بالتعليقات، بدي شوف لوين وصلتي. وهذا هو اسم الفائزة معانا بالفيديو السابق. أنا بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.